الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، باذن الله تعالى بين ايدينا اليوم درس هو من دروس المهمه لاستعداد رمضان، لكن هو سيكون درس مختلف نوعا ما. ان في العاده طبعا دروس رمضان كتير جدا، تقريبا اغلب الدعاة تكلموا في كل شيء، لكن في العادة اللي بيحفزك للعمل في رمضان ممكن يذكر لك فضائل الأعمال مثلاً تبتدي تسخن فيك جداً، أو إن هو مثلاً يجيب لك أحوال السلف وماذا كانوا يفعلون في رمضان. بعد كده يبقى الكلام كله على يعني لازم تشتغل، لازم تعمل، لازم لازم لازم، لكن يبقى مستمع في العادة كأنه عايز يقول المتكلم بس أنت مش إيه، أنت مش عايش معايا يعني. انت بتقول لي ايه؟ عارف انت اعمل الصح، اعمل الصح يعني. طب اعمل ايه يعني؟ انت انا ظروفي ما تسمحش ان انا اعمل ولا عشر اللي انت بتقول عليه. كنا اتكلمنا عن نفس المشكله ديت في مقدمه درس قلبي دليلي، كنا اتكلمنا على ان من علاجات المشكله ديت وهي الانشغال باعمال القلب، ان انت مثلا تشتغل على حاجات قليله بس هتركز قوي على اعمال الايه، على اعمال القلوب. لكن النهارده هنتكلم في موضوع تاني شويه، هو إن أعمل إيه؟ يعني هي دايماً المشكلة عند أي حد بيسمع للدعاء، بتسمع درس قوي جداً مسخنك جداً، طبعاً بيجيب لك بقى أحوال السلف المهولة اللي هي أحياناً بتعقدك أكتر ما هي بتشجعك، وفي الآخر أنت بتطلع جميل سخن بتاع، بس تنزل على أرض الواقع في الآخر أنت موظف أو أنت ست بيت أو أنت طالب أو أنا في امتحانات، الكلام دوت بالنسبة لي غير قابل للتنفيذ. بتحاول الاتجاه التاني خالص، إن أنت بيجي لك إحباط أو بيجي لك اعتقاد ان انا مش هقدر اعمل كده لان انا معذور، وبالتالي بتحط نفسك كادر تاني خالص، وبتفترض ان انت الظروف ديت اللي بيتكلم فيها الشيخ ظروف مش عندي، فالسنه دي اكيد مش هينفع اعمل اللي بيتقال دوت لان انا عندي امتحانات او انا اليومين دول مشغول شويه مطحون في الشغل او او او، فبالتالي انت هتطلع نفسك بره المعادله ديت وهتقتصر على الصيام وخلاص، ويعني يا دوبك هتبقى شخص عادي زي اي يوم بيحصل في حياتك، بس زاد عليه انك انت صايم وبتفطر، يعني يمكن بتصلي في المسجد. ودي مشكله بتبدا مشكلتنا دايما لما نشتغل في رمضان، ان انت بعد ما سمعت دروس مثلا تحفيزيه بتحط انت نفسك تقول خلاص انا مش ممكن اعمل الايه القصه دي. فاحيانا كتير من الدعاء بيقول لنا اعمل، بس بالاخر ما بيقولش اعمل ايه، او بيساعدني ان او كاني عايز اروح له اقول له طب ممكن اشرح لك ظروفي يعني، وتقول لي اللي زي يعمل ايه يعني. انا عندي ظروف كتير في حياتي مخلياني مش عارف اعمل اللي انت بتقول عليه دوت، او ممكن تساعدني تحط لي نظام، طيب ترتب لي اموري، ترتب لي جدولي، او ايه اللي ممكن اللي زي يعمله في رمضان؟ هل انا بالنسبه لي رمضان خلاص اوت يعني، انا مش هينفع اشتغل في رمضان واستنى بقى لما الظروف المثاليه اللي بتتكلم عليها دي تبقى موجوده؟ طبعا مفيش حد بيكلمك انت في الاخر، في الاخر انت بتبقى قاعد لوحدك، انا طالب او انا موظف او انا ست بيت عندي 4 5 عيال، الكلام ده مش مناسبني، ويحصل حاله بقى بعد كده احباط، او انك انت بتبتدي تستقر على اللي انت شايفه وخلاص. عشان كده الدرس ده هيكون عباره عن دردشه في اعمل ايه، يعني هي المساله دي انا بقى اعمل ايه على وضعي دوت. عشان كده احنا الدرس دوت هي في دردشه، يعني ممكن درس ده قابل ان انت تقاطعني، يعني ممكن اي حد عنده مداخله مفيده يعني مش يعني مش تعطيل يعني، مداخله مفيده ممكن يضيف لينا في الكلام مفيش مشكله. احنا النهارده بنحاول نطلع بيكم ان انا واحد منكم، انا موظف برضه انا بشتغل، وانتم طلبه او موظفين او ستات بيوت او اخوات في طالبات او بتشتغل او او او، يعني احنا مش هنخرج عن ذلك. الدرس ده هيدور حوالين 3 ابطال بس، البطل الاول طالب، بطل الثاني موظف، البطل الثالث ست البيت، لان في العاده دي اشهر النماذج اللي موجوده في رمضان، او اكثر النماذج اللي هي حاسه ان رمضان بيضيع منها. موظف اشتغل 8 9 10 ساعات غير رايح غير راجع، الطالب طبعا اللي هو متوقع عنده كارثه امتحانات ويعني خلاص الدنيا بايظه منه من دلوقتي، ست البيت يعني اللي عندها عيال خصوصا، وشغل البيت تنظيف واكل وشرب وعياله ونوم وصحيان وتغيير، ويعني الثلاث اصناف دول بالذات دايما بيحسوا ان الدنيا مش موجوده يعني، او بيقعدوا يسمعوا في الدروس اللي هي بتاعت التزكيه ديت في الاخر
بينزل على ارض الواقع عايز يقول جميل قوي، بس انسى هات اللي انت بتقوله دوت مش موجود. خلينا ان احنا نمشي مع الثلاث نماذج دول. النهارده الدرس بيبقى عباره عن حكايه يوم، هنحكي يوم كامل يعني، نقعد نتخيله كده ازاي يوم يعدي بس بطريقه واقعيه جدا. انا مش هقعد اقول لك فضائل الاعمال النهارده خالص تقريبا، مش هقعد احفزك، مش هقول لك احوال السلف، مش هجيب سيره الكلام ده خالص. انا همشي معاك يوم عادي خالص، انسان عادي، بني ادم عادي، ظروف بظروفه العاديه بوضعه العادي. ازاي نطلع من يومنا العادي دوت اللي هو انا، مش المثاليات مش القصص، ان انا اطلع فعلا في رمضان ده استغليت استغلال جيد جدا على وضعي، يعني على وضعي اللي انا فيه ده كده ممتاز جدا، اللي انا وصلت له ده كويس قوي. هنبتدي نحلل اليوم كامل، وانا بفضل نبدا من صلاه الفجر، يعني هنبدا يومنا من الفجر للايه للفجر، ونبتدي نمشي ساعه بساعه مع الموظف وست البيت والطالب اللطيف دوت لغايه ما نشوف ازاي اليوم ده هيخلص. وعملنا كل حاجه اللي انت بتعملها عادي في نفس الوقت، لا طلعت ان انا عملت حاجات كتير كويسه. طيب خلي نقطه الانطلاق بتاعتنا صلاه الايه الفجر، على اعتبار ان ملوش اي لازمه يكون واحد مثلا بيشتكي ان هو مش قادر يستغل رمضان او كده واصلا ما بيصليش الفجر، يعني دي طبعا دي تدل على كاذب هذا الشخص. يعني لو واحد في رمضان ما بيصليش الفجر متعمد طبعا يعني، او ما فيش شغال ان هو يصلي الفجر، ممكن يتسحر الساعه 2 وينام يصحى الظهر، ده يعني اصلا مثله لا يتاسف على رمضان اصلا، ده بيعمل اصلا حاجه هي من اكبر الكبائر، بل في خلاف في كفر تارك الصلاه، بل يعني ترك الصلاة أسوأ من إفطار رمضان، يعني لو فطر يوم في رمضان أسهل من هو يترك صلاة واحدة من صلوات في اليوم والليل. طبعا واحد اللي هنكلمه دوت اللي هو متأسف من دلوقتي على رمضان بسبب ظروفه، لو ما بيصليش الفجر يبقى فيه يبقى احنا بنشتغل بعض، يبقى الدرس ده يبدو انه مش بتاعك، ده بتاع واحد تاني فعلا كان بيصلي الصلوات الخمس، بس هو بس بيتكلم ان الدنيا يا دوبك هصلي وخلاص. يبقى احنا بنتكلم اكيد 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 جدا خالص هتصلي الفجر، يعني لو عجزت هتصليه في البيت، ده اعجز شخص هيصلي طبعا خلاف النساء، انا بتكلم في الرجال، النساء كده كده هتصلي في البيت ده افضل ليها، هتصلي في المسجد، يعني المفترض انت لو همتك عاليه هتصلي في الايه في المسجد كما هي العاده. على فكره اغلب الناس بيصلي الفجر في المسجد عادي في رمضان. صلاة الفجر في المسجد هي بداية نقطة الاستغلال، أو الصلاة في المسجد عموما هي بداية الاستغلال الحقيقي لرمضان، لأن أنا هنا بتكلم في واحد ظروفه ما بتسمحش، يبقى إحنا كل اللي بنتكلم فيه إن أنا هحاول اللي على المتاح ده أعمله بأقصى درجات الفاعلية، إن أنا أطلع منه بأقصى درجة من الإنتاجية بالحاجة الصغيرة دي. طب أنا كده كده هصلي، كده كده هصلي ظهر عصر فجر أي حاجة، صليت في البيت هتاخد درجة، صليت في المسجد تاخد 27 درجة. ممكن الفرق بين صلاة البيت وصلاة المسجد زيادة 5 دقايق أو 7 دقايق، رايح راجع الصلاة شوية، بس في طبعا غير إن أنت درجة أو 27 في حاجات كتير، يعني يكفي درجة أو 27، أي حد عاقل يعرض عليه ورق جنيه أو 27 جنيه هياخد 27 جنيه، أو قلنا لك والله في دولار لو فكيته، لو الراجل ده بدلهولك، لو أنا بدلتهولك هنا بجنيه، لو رحت اخر الشارع في واحد هناك بيبدله ب 27 جنيه. اي حد هيعمل ايه انت تخيل؟ يقول لك لا لسه هروح. انا بديله ده، الناس ممكن يروح عشان 10 صاغ. يعني في الدولار بالذات ممكن يلف المنطقه كلها عشان يدور على واحد بيحاول بزياده 10 صاغ. ما بالك لو قلت لك انا بحاول بجنيه هنا بس في واحد كمان كيلو بيحاول ب 27 جنيه. انت ممكن تروح تمشي 100 كيلو عشان تحاول ب 27 جنيه. وانت مكسل تنزل المسجد تحت البيت وانت عندك اسانسير اصلا علشان تصلي في المسجد، بدل ما تاخد درجه واحده تاخد 27 درجه. خلاف ان الصلاه في المسجد هو استغلال رائع جدا لرمضان، لانك انت برضو ان احنا دايما احيانا احنا بنبص برضو، دي من الاخطاء اللي بتخلينا ما نطلعش عموما مش رمضان بس بثمره العباده الكامله، وهي ان احنا بنركز على العباده بس، غير في حواشي بقى حوالين العباده تخلي بتبقى موضوع تاني خالص. يعني خطواتك الى المسجد خطوه ترفعك درجه، وخطوه تحط عنك خطيئه، غير انك انت سيرك في الطريق تسلم على الناس، تامر معروف، تنهى عن منكر، تنصح، تتنصح، تقابل واحد يقول لك كلمه طيبه، تجد عمل خير تشارك فيه، دخولك المسجد فيه دعوه،
صالحة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. أكيد أنت محتاج الدعوات دي، أكيد وأنت بتذاكر وأنت موظف وأنت ست بيت محتاج ربنا يفتح ليك أبواب الإيه؟ أبواب رحمته. تخش المسجد في صف أول، في تكبيرة إحرام، في بقى يعني في صلاة أخشع إن الصلاة أطول شوية، في إمام صوته حلو أكيد الصلاة، لأن أنا برضو زي ما قلنا أنا بلعب على إيه؟ بلعب على إن أنا الحاجة هي بس هطلع منها بنتيجة أحسن. أكيد صلاتك في المسجد أخشع من صلاتك في البيت، وأكيد طولها في المسجد أطول من إيه؟ منها في البيت، وأكيد مع الإمام اللي صوته حلو وبيؤثر فيك هيكون أثر القرآن على قلبك غير صوتك أنت أو قراءتك أنت أو الآيات اللي أنت بتعيدها وتزيدها، هو هيقرأ آيات جديدة عليك أنت مش حافظها. في آيات كتير قوي ممكن تطلع بيها إن أنا مجرد صليت في المسجد، ده بيؤدي إن أنا استغليت العبادة دي. مش هكلمك على إن الصلاة في المسجد فيه خلاف بين العلماء ليه واجب ولا مش واجب، يعني ممكن كمان اللي ما صلاش في المسجد يطلع في رمضان بآثام بسبب إن هو ما صلاش في المسجد، إن الصلاة في المسجد على قول كتير من أهل العلم إنها واجبة على الرجل طبعا القادر. وبعض قال فرض كفاية وبعض قال سنة يعني، لكن أنت بتتكلم في حاجة فيها خلاف يعني. بس بغض النظر لو افترضنا إن هي مش مسألة ثواب وعقاب، لا مسألة إن أنا بستغل الصلاة دي استغلال الأمثل. هطلع من المسجد حاول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب إيه؟ فضلك. دي حاجه ما تخليكش خليك تركز اصلا في الاذكار، وانت داخل قلت افتح لي ابواب ايه رحمتك، وانت خارج افتح لي ابواب ايه فضلك. في فرق كبير طبعا. انت داخل المسجد داخل تصلي داخل ترحم، انت بتقول افتح لي ابواب ايه رحمتك، طالع من المسجد طالع تذاكر، طالع تشتغل، طالع تسترزق، طالع تعمل مصلحه، يبقى افتح لي ابواب ايه فضلك. حتى الدعوة دي وانت طالعها كده وانت راجع تاني تذاكر بتخليك تنتعش كده. ولو ربنا قبل منك الدعوة دي اللي انت وانت خارج من المسجد بقى، غير اللي انت دعيته في السجود، غير الدعوات الصالحات اللي قلتها في ركوعك، لا ده مجرد دعوتك وانت طالع المسجد افتح لي ابواب فضلك، ربنا قبل منك، روحت تلاقي الدنيا تسهلت، تلاقي المذاكرة ماشية، تلاقي المسألة الصعبة سهلة، فيا ربنا بارك لك في وقتك ما تعرفش. يبقى انا برضه انا دي بتصب معايا في اعمالي العادية. يبقى أنا نمرة واحد هحرص على الصلاة في المسجد، صلاة الفجر هصليها في المسجد، غير بقى الملائكة اللي كانت بتحفك في المسجد طول ما أنت قاعد في المسجد، اللهم اغفر له اللهم ارحمه، ما زالت تصلي عليك حتى تخرج حتى إيه حتى تصلي. غير إن في قبل الفجر ركعتين بالدنيا وما فيها، ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. يبقى أنا القاعدة الأولى اللي معايا النهاردة غير طبعا موضوع الصلاة في المسجد، الإحسان في كل شيء، إن أنت تؤدي العبادة كأحسن ما يكون. ركعتين الفجر دول اللي أنت هتقرأ فيهم في أول ركعة بالكافرون وتاني ركعة بالإخلاص اللي هما السنة القبلية لصلاة الفجر، لا أنت هتصليهم صلاة عظيمة جدا. هي السنة في صلاة الفجر إن هي تبقى سريعة شوية، تبقاش بطيئة قوي، لكن أنت هتصلي صلاة عظيمة. ركعتين دول كل يوم هتركز فيهم، وهتركز أكتر في الصلاة اللي مع الإمام، وجوه الصلاة هتبتدي تركز في الفاتحة وتركز في قراءة القرآن، تحاول تتدبر وتخشع، وانت بتركع هتنوع في الأذكار، مش الأذكار بقى اللي انت متعود عليها، وانت بتسجد كل شوية تقول دعاء جديد، تدعي لنفسك في المذاكرة، تدعي لنفسك في شغلك، تدعي لوالديك، تدعي لنفسك بالهداية، الحاجات دي كلها أكيد هتفرق معاك في عملية الاستغلال الأمثل لرمضان. تمام، خلصنا دي الفريضة في تدبر وسكينة وتركيز عالي والكلام دوت. خلاص بعد الفرض احنا دلوقتي بيستوي عندي دلوقتي الطالب وليه والعامل، ست البيت صلت الفجر للعادة في بيتها يعني. بعد الفرض ممكن في العادة تلاقي المسجد فيه كلمة 10 دقايق كده او ما تسمعها، مش تخسر حاجة يعني. انسان دي 10 دقايق يعني، ممكن تسمع كلمة فيها نجاتك، ممكن تسمع كلمة تقع في قلبك، فما تستخسرش، مش أول الصلاة تخلص هوب تجري تروح. 10 دقايق، 10 دقايق دول انت لو فتحت الفيسبوك بس قلبت فيه شوية كده تعدي 10 دقايق دول، فيش مانع انك تسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام، آية، مش هتخسر حاجة. تسمع 10 دقايق دول وتنتوي بيهم مجلس علم تحفك الملائكة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام وصف 3 دخل المسجد في الدرس، فواحد قعد والتاني قعد ورا خالص والتالت مشي،
فقال أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. طبعا أعرض يعني أعرض يعني طبعا ده مش زي الواحد مش عشان ظروف، طبعا لو واحد عنده ظروف ومشي بسبب الكلمة مش هنقول ده فلان أعرض أعرض الله إيه عنه، تاني أعرض تاني مش عايز يسمع مش عايز يسمع مش عايز يسمع دين مش عايز يسمع درس، لا ده مشكلة. لكن أنا قصدي الأولاني والتاني، الأولاني آوى إلى الله، ده جه قدام كمان فآواه الله، أكيد أنا محتاج ربنا يتولى أمري خاصة في الأيام الصعبة دي. التاني حتى استحيا قال لك امشي ولا ما امشيش، امشي مش طب نقعد وخلاص شكلنا لسه هنمشي بقى يعني نسمع كلمتين ونمشي، استحيا فاستحيا الله منه، والحياة لا يأتي إلا بخير، إذا استحيا الله من عبد فهذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. طيب يبقى احنا كده خلصنا الصلاة، بعد الصلاة في عندنا حاجة اسمها جلسة الشروق، جلسة الشروق دي هنتناقش فيها، بس أنا عايز أقول جلسة الشروق دي الأول متاحة لمين علشان برضو ما نقولش مثاليات وعلى الأرض صعبة. يعني جلسة الشروق دي متاحة للفاضي اللي هو لا عامل ولا 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 طالب عنده امتحانات قوي ولا امتحاناته قريبة جدا، ممكن ست البيت تقعد في البيت في مصلاها للشروق مفيش مشكلة، الوقت ده وقت ميت في العادة مفيهوش حاجة تذكر، يعني لو في مواعين سحور ولا بتاع الحاجات دي بسيطة ممكن تتعمل قبل الصلاة الفجر أصلا أو ممكن تتأجل للصبح، يعني ما حبكش خلاص نصلي الفجر لازم قبل ما ننام يبقى البيت على سنجة عشرة مش مهم، في حاجات أهم من كده. فاضل لنا بقى الموظف والطالب، بقى الموظف والطالب، الطالب هأجله شوية لأن الطالب ليه قصة معايا طويلة متعلقة بصلاة الفجر، لكن الموظف هيبقى في لازم أنت تكون واقعي، هل الموظف ده بينام قبل الفجر؟ وفي ناس في رمضان ما بينامش قبل الفجر أو بيصلي تراويح ويلاقي خلاص الدنيا الساعة 11 12 عم يروح ويجيب السحور ويقعد مع العيال الساعة 1:30 والفجر 3:15 في رمضان يقول لك هنام على ايه؟ خلاص نصبر وخلاص، فده بالنسبة له النوم اللي بعد الفجر ده هو كل حاجة، يعني مفيش خلاص يعني لازم يصلي ينام ما عندوش حل تاني، لأن هو هينام يا دوبك من 4 هيصحى 7:30 ده بالكتير، هو يا دوبك نام 3:30 ولما يروح من الشغل هينام ساعة هو ده يوم، فصعب يا واحد زي دوت تقول له لا انت ازاي تمشي وتسيب الشروق، يعني انا انت مش واخد بالك انا ما نمتش اصلا، يعني هي دي حياتي لو انا خدت ساعة لغاية الشروق الموضوع ده هيأثر عليا جدا جدا، قال له عاد الشروق هيفوق يعني في ده موضوع تاني. لو بقى صاحبنا دوت عايز يكسب بقى جلسة الشروق يبقى لازم ينام ساعتين قبل الفجر على الأقل، يعني لازم يروح البيت بعد السحور وقعد وبتاع، خلاص هتنام من 12 ل3 هتنام من 1 ل3 مثلا، يا دوبك هتقوم تتسحر بسرعه وتنزل علشان انت ناوي تجلس جلسه الشروق. يبقى جلسه الشروق دي بالنسبه للموظف محتاجه تخطيط، محتاجه يكون بيخطط ليها. لو هو مش هاجل جلسه الشروق خد بالك هو كسب مكسب تاني، هو كان صحي امتى؟ صحي في الثلث الاخير من الليل، ما هو دي ده موظف صعب تقول له تبقى مع الثلث الاخير من الليل ومعايا للشروق، ما هنام امتى انا؟ ما برضه خليني واقعي، خد بالك؟ يبقى انا عندي حاجه من اتنين، موظف يا اما بيكسب الثلث الاخير من الليل يا اما بيكسب ايه؟ جلسه الشروق. فلازم انت كموظف تحدد ليك واحده من اتنين. والله عرفت تجيب الاتنين بقى انت راجل جامد قوي، دي حاجه ترجع لك، بس انا بتكلم في واحد عادي وبسيط وعلى قده عشان نبقى ايه؟ على الارض عادي. ما انت يا هتنام قبل الفجر يبقى تقعد الشروق، يا مش هتنام قبل الفجر يبقى اشتغل بقى قبل الفجر، مش مقضيها صحي كده اللي هو زومبي، صحي زومبي كده مفيش، اللي هو عايز ينام ومش عايز ينام، ما دي مش حادي، ما يتصلي يا تقرا قران يا تنام، لكن قاعد كده اللي هو ايه قاعد يفقر كده وخلاص لا نام ولا صحي، لا ده كده استهدار كده تهدير، لا انت جبت سحور لا انت جبت ثلث اخير واستغليت فتره النزول الالهي ولا استغليت بركه البكور والايه وجلسه الشروق خدت حجه وعمره تامه، لا ما مش الدرجات دي، خلاص قعدت حضرتك بقى يعني هتسهر للفجر يبقى انا عايز مجهودي يتبذل في الثلث الاخير من الليل، هتصلي ساعه مع نفسك هتقرا بقى جزئين جزء مش عارف ايه هتعمل شغل عادي بقى، ما انت هتطلع بعد الفجر تنام، يا اما لا انا هنام بالليل، طبعا هنام بالليل خلاص هيصحى يا دوبك يتسحر يعني مش هيعمل حاجه تانية، خلاص يطاد للشروق، خلاص ساعه بعد الفجر هتروح تنام ساعتين يا دوبك هتصحى الشغل تعبان شويه مش مشكله هنستحمل، هو رمضان هيعدي، وبص كده كده هتتعب رمضان ظروفه مختلفه فيها اعباء كتير، بس انا بتكلم في جلسه الشروق دلوقتي مين اللي هيجلسها؟
تمام. الفاضي ست البيت ممكن تقعدها مع نفسها على مصلاها، ممكن الموظف اللي عمل حسابه بالليل ونام، او لو زي ما قلنا صاحبنا ده ما نامش وهيروح يبقى على الاقل يبقى استغل الثلث الاخير من الليل عوض ضيف ديت، يبقى هو عمل استثمار كويس. خلاص كده تمام. لو جلس للشروق طبعا مهم يبقى جلس للشروق، مش عادي يتكلم ولا عادي يضحك ولا عادي يتكلم مع زمايله في المسجد، ما عندناش حاجه يا اخوانا يعني. يعني جلس الشروق يبقى جلس الشروق، في هري يبقى نروح بقى وخلاص، يعني نروح نقرا قران في البيت وخلاص طالما الموضوع كله كلام. يعني نجلس الشروق يبقى خلاص نتفق، يوم والله متعودين على بعض لسه ننصح بعض نقول له بلاش يا جماعه من اول بكره مش عايزين ايه، مش عايزين كلام، بعد الشروق نتكلم زي ما انتم عايزين، لكن قبل الشروق خلينا ايه يعني ما يبقاش قعدنا وما طلعناش بالاجر. حاجه عمره تم يعني بعد الشروق قعد تذكر ربنا الى ان تشرق الشمس، لكن قعدنا نتكلم يبقى ده اسمنا قعدنا للشروق لكن ما خدناش الاجر، يبقى ضيعنا الوقت على الفاضي. لا كنت اروح انام احسن، لو اروح اعرف البيت احسن. يبقى تقعد في مسجد الناس فيه تحترم جلسه الشروق، برضو انك تختار المسجد اصلي في الفجر ده نوع من الايه من التخطيط الاستراتيجي في رمضان، هتصلي فين الفجر؟ لازم مسجد يبقى فيه امام كويس صوته جميل، الناس اصلا طول الشروق مش تلاقي نفسك قاعد لوحدك وبعد كده الناس عايزه تقفل وتضطر كل يوم بتمشي عشان الناس بيقفلوا بعد الصلاه. لا شوف مسجد بيقعدوا للشروق يعني، وفي شباب او في ناس ملتزمه وكده هيفرق معاك. خلاص ست البيت قلنا بتعمل ايه. خلينا اكمل الاول قبل ما ارجع للطالب عشان ده قصته قصة. انا عايز اكمل مع الموظف وست البيت، دول سكتهم سهلة بعد كده. صاحبنا ده بعد ما خلص الشروق او روح بدري نام، لازم تنام بنية نية، ودي دي الحاجة التانية اللي لازم نقولها النهاردة. نقولنا اول حاجة الاحسان في كل عمل، الابداع في كل عمل صغير، سنه ركعه سجده دعاء، لا في ابداع انا ما عنديش غير دول، هم دول بضاعتي فلازم ازوقهم على قد ما اقدر. الحاجه الثانيه نيه، لا تفعل عمل بدون نيه، ده استثمار مثالي. انا دلوقتي هروح انام، نام بنيه، نيه ايه؟ انوي اي نيه، نيه التقوي على العباده، نيه التقوي على العمل، ان انت ما تفرطش في عملك، ما تضيعش مصالح المسلمين، انك انت يعني تحسن في يومك، تنتوي نوايا تنام لو نمت بالليل تنتوي انك تتقوى على قيام، تنتوي تتقوى على صلاة الفجر، تتقوى اللي جاي تجلس جلسة الشروق، يعني ما تنامش نومة الا وانت تنوي. وقبل ما تنام يا حاول تدرك اذكار النوم، انا عارف الموضوع ده صعب عليكم بس حاولوا تقولوا اذكار النوم، ولو يعني اقعد اقول لغاية ما تسافر، انا عارف السفر بيجي بسرعة جدا، تفكر في بنات، تفكر في اي حاجه لنفسك مصحصح الله ينور. اول ما تقول الاذكار تلاقي نفسك في على طول سافرت فورا، فده حل كويس عشان احنا عايزينك تنام تستغل رمضان كويس، فدايما تقول اذكار النوم وابدا بالاذكار المهمه عشان لو نمت يبقى انت على الاقل ايه قلت قول ايه الكرسي والتسبيحات والكلام ده، وبعد كده لو انت حافظ اكتر من كده هتقول ما لحقتش يبقى انت على الاقل قلت ليه قلت اهم الاذكار. هتنام بنية عشان احنا عايزين الساعتين ثلاثة اللي بعد الشروق او بعد الفجر نمتهم تاخد عليهم اجر، يبقى انت احتسب نومتي واحتسب ايه قومتي، كما قال معاذ لابي موسى الاشعري تمام. المهم يعني هتقوم هتبتدي اول ما تقوم اذكار الصباح او اذكار الصباح المفروض قالت لا اذكار الاستيقاظ من الايه من النوم، وبعد كده لو انت كنت جلست للشروق يبقى اكيد صليت الضحى خلاص، مع الضحى دي عندي اساس، الضحى دي كلها 10 دقائق هتصلي ركعتين او 4 او 6 او 8 على الاقل، انت اكيد بعد الشروق صليت 2. لو ما جلستش الشروق يبقى انت اول حاجه هتعمل اول ما تقوم لا تؤجل صلاه الضحى ابدا. بص اي حاجه مهمه ودي قاعده هناخدها معانا في رمضان وفي حياتك كلها، اي حاجه مهمه عايز تعملها اعملها اول يوم، ان اول ما باليوم بيبدا بتخش في المشاغل مذاكره مصالح مشاوير لازم الدنيا دي تبعطل منها، تقول لما اروح الشغل اصلي الضحى مش هتصلي، طب لما في البريك ما بين المحاضرتين اروح المسجد اصلي الضحى مش هتروح، تصحى تتوضى تصلي الضحى مفيش حل، لو ما عملتش كده مش هتصلي الضحى.
صدقني. طب اصلي قد ايه؟ صلي ما تيسر ركعتين، لان الركعتين دول مهمين. عندي النبي عليه الصلاه والسلام قال يصبح على كل سلامه من ابن ادم صدقه، كل سلامه كل مفصل عليه صدقه. انت عندك 360 مفصل، تصحى طول ما هم شغالين لازم تدفع. طب المفروض اعمل ايه؟ 360 صدقه كل يوم. بعد كده النبي عليه الصلاه والسلام سهلها لك شويه، قال لك تسبيحه صدقه، تهليله صدقه، تحميده صدقه، تامر بالمعروف صدقه، تنهى عن المنكر صدقه. قال وملاك جماع ذلك كله ركعتين يركعهما من الضحى. يعني ركعت ركعتين من الضحى كده دفعت ثمن المفاصل بتاعتك النهارده. وانا بحب دايما صلي اربعه. ليه اربعه؟ لان اربعه فيهم حديث. النبي عليه الصلاه والسلام اخبر في الحديث القدسي قال الله تعالى يا ابن ادم اركع لي اربع ركعات في اول النهار اكفك اخرهم. يا ابن ادم اركع لي اربع ركعات اول النهار اكفك اخرهم، يعني يتولى امرك الى اخر النهار. يبقى على الاقل نصلي الضحى كام؟ خليها اربعه. هياخد قد ايه؟ هو انت انا عارف صلاتك، هم ركعتين في دقيقتين، مش هنضحك على بعض. احنا قلنا في قاعده علينا الاحسان، بس يمكن انا مستعجل، خلاص معلش صليهم على بسرعه. طب انا عايز انزل المحاضره، طب صليهم بسرعه مش مشكله. لقيت بقى وقت في الشغل، وقت في البريك، روح صلي تاني. يعني على الاقل ضمننا اربعه. في البريك وقت اروح اصلي ست، خليهم سته، بس على الاقل ضمنت اثنين او اربعه. تمام؟ يبقى ادي الايه؟ ادي الضحى. يبقى انا كده انا لغايه دلوقتي طلعت من عباده ولا طلعتش؟ ما طلعتش من عباده. انا من ساعه صلاه الفجر بنومي باستيقاظي بالضحى انا لغايه دلوقتي بعبد ربنا. هنزل الشغل، يبقى انا فعل قاعده الايه؟ النيه. ما فيش حاجه ثانيه دلوقتي معايا، هي مش عباده محضه، مش صلاه ولا صوم. دي حاجه تحتمل تكون عباده وتحتمل تكون مباح. ايه اللي يحول المباح لعباده؟ النيه. انا ممكن انزل اشتغل عشان لازم اشتغل ولا اجر ولا وزر، بنزل اشتغل سنه الحياه لا اجر ولا وزر، بنزل اشتغل مش عارف ليه لا اجر ولا وزر، فعلا نازل اشتغل وعنده نيه. يبقى انا دلوقتي اللحظه دي لحظه حاسمه، لان اللحظه اللي جايه دي هتكسب بيها 10 ساعات عباده. يعني انت على ما تروح الشغل وترجع فيها 10 ساعات على الاقل. يبقى انا الوقت ده ممكن يكون مباح بلا اجر ولا وزر، وممكن يكون طاعه. طيب ازاي يبقى طاعه؟ النبي عليه الصلاه والسلام كان الصحابه رضي الله عنهم شافوا واحد قوي كده من الصحابه قاعد يحتطب، فهم برضو يعني لسه في الاول مش مستوعبين كل حاجه، فقالوا لو كان هذا في سبيل الله، يعني صحته دي لو كانت في سبيل الله. فقال النبي عليه الصلاه والسلام في صحيح مسلم قال اذا كان يسعى على ابوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وان كان يسعى على اطفال صغار فهو في سبيل الله، وان كان يسعى يكف نفسه عن سؤال الناس فهو في سبيل الله. يعني ايه؟ ادي في نوايا كده جات لك على طبق من فضه. يبقى انا بنوي ايه لما بنزل الشغل؟ اكف نفسي عن سؤال الناس، مش هحتاج حد، مش همد ايدي لحد، مش هستلف، مش هشحت. انفق على ابوين كبيرين، انا على ابويا وامي كبار ومثلا وعلى قدهم او معاش ابويا صغير او انا بزق معاه في البيت، بزق مع امي من ورا ابويا بديها فلوس، وعشان ابويا ما يتحركش بديها من ورا ابويا فلوس عشان تزق في البيت، او بديهم عادي هم بيطلبوا مني انا لازم اشتغل. دي حاجه، دي على فكره دي من اعظم النوايا على الاطلاق. لو ربنا مقدر ليك ابوين يعني ما عندهمش قدره على الانفاق على انفسهم، حاجه عظيمه جدا جدا ان انت في اخر حياتهم تنفق عليهم، تبتدي تسد شويه من اللي عليك. او لو انت بقى متجوز ومخلف يبقى تنفق على اطفال صغار، ودي نيه عظيمه برضه. من الاطفال الصغار دول شيل الاب، دول هيبقوا ايه؟ يتامى. انت عارف اجر كفاله اليتيم كبير جدا. طب الاب بيقوم بدور يعني الاب نفسه، يعني تخيل كافل اليتيم بياخد اجر قد ايه؟ كبير، لانه يعني بيحاول يعوض ايه؟ الاب. امال الاب بياخد ايه؟ اذا كان كافل اليتيم بياخد الاجر ده كله، امال الاب نفسه لو انتوى نيه صالحه في الانفاق على اولاده اللي هم من غيره يتامى ياخد قد ايه؟ يبقى انا بنتوي كده، بنتوي ان انا يبقى معايا فلوس عشان عايز اعمل حج، يمكن عايز اعمل عمره، بحوش قرشين لازم اشتغل عشان نيتي اعمل عمره، نيتي اعمل. طب انا مش متجوز ولا مخلف، بنوي ان انا اتجوز واخلف عشان اخلف، عشان انوي النوايا اللي مش بعرف انويها دلوقتي، عشان بنت الجيران اللي مستنياني الغلبانه ديت اللي انا معلقها فلازم اتجوزها، يعني فلازم اشتغل. خد بالك البنت اللي معايا في الكليه دي عشان الحق قبل ما تتخطب فلازم اشد حيلي شويه. المهم يعني انك انت بتجتهد في الشغل. لو عندك ولاد هتنوي، ما عندكش ولاد تنوي العفاف. النبي عليه الصلاه والسلام قال ثلاث حق على الله ايه؟ عونهم. الناكح يريد الايه؟
العفاف، انت تريد العفاف الان، عايز نفسك انك انت تتعفف، نفسك تقدر تغض بصرك، تقدر يعني تقضي وترك عشان الشهوه دي مأثرة فيك سلبيا. فنيتك وانت بتشتغل ان انت تعجل بزواج نفسك، ودي نيه كويسه. من النوايا ايضا انك انت تكون امين في العمل وتقدم صوره حسنه للمسلم للملتزم. لو انت ملتحي او منتقبه مثلا بتفرق كتير النيه ديت، انت عارف الهجمه الشرسه على الشكل دوت، فانت بتحاول تقدم صوره كويسه في الشغل، ترفع رصيد الملتزمين في اعين الناس وتقدم صوره كويسه. ان انت تقلل الفساد في العمل، ان وجودك عدم وجودك هيبقى مكانك واحد فاسد او نص نص او فوجودك بيفرق كتير في الموضوع دوت. المهم انت عندك نوايا كتير، ممكن انت تنتوي صدقه، عايز تصدق لازم معاك فلوس، لازم معاك فلوس بزياده، فاسالونك ماذا ينفقون قل ليه العفو. عايز تجيب هدايا لاصحابك، عايز تجيب هديه لوالدتك، لازم معاك فلوس. تخيل كل النوايا دي انت بتنويها وانت نازل الشغل. اذا نزولك الى العمل عباده. ممكن نيه تانية تخلي عملك اثم، وعايز نزل ليه؟ نزل عشان معايا فلوس منظر، عشان اجيب واتعوج، عشان اشرب سجاير، عشان ما اعرفش اصرف على مزاجي، لازم معايا فلوس محدش يديني، فلازم عشان اجيب حشيش، عشان اجيب سجاير، عشان اجيب، لازم معايا فلوس، بنزل اشتغل عشان كده. وهي بتنزل تشتغل عشان تجيب ميك اب وتجيب بنطلونات مقطعه، علشان تجيب مش عارف ايه، عشان تتمنظر قدام اصحابها، وهو علشان يقول ويقال عني ان انا معايا. ده عمله اثم ذنب ياثم طول ما هو شغال. واحد تاني لا ده ولا ده، اشتغل كده وخلاص، لا اجر ولا ايه ولا وزر. فانا في رمضان بقى ما عنديش استعداد اضيع لحظه، وانا دلوقتي بشتكي ان انا مشكلتي الشيخ اللي بيقول لي كلام كبير ده. انا بشتغل 10 ساعات عم الشيخ، كلام انت بتقوله ده في الهوا بالنسبه لي؟ لا مش في الهوا، انا بنزلك دلوقتي ارض الواقع. احنا طلعنا من العباده لغايه دلوقتي، ادي راجل من ساعه ما راح لغايه ما رجع في عباده، ادي وصلنا روحنا مع الراجل ده. ست البيت بقى، ست البيت نامت اكيد بعد جلسه الايد الضحى ديت، وهتصحى بدري. في العاده ست البيت بتصحى اول واحده، لان اما جوزها في الشغل او نايم، ولو نايم يصحى بعديها. اولادها في المدرسه يبقى هي قاعده لوحدها، ولو مش في المدرسه برضه بيصحوا بعديها، مفيش حد بيصحى قبل ماما، يعني هي ماما تصحى وبعد كده كل الناس دي تصحى طلاعا يعني. فهي لازم تكون ذكيه تستغل الحاله العجيبه ديت اللي في بيوتنا، لازم ماما تصحى الاول، ما اعرفش ليه يعني دايما نصحى الاقي ماما، يعني نفسي اصحى الاقي ماما نايمه. هي دايما لازم تصحى بدري قبل الناس، تصحى بدري قبليهم على الاقل بساعه. الساعه دي ما تعملش فيها اي حاجه الا العباده المحضه، لان الساعه دي مش هتعوض. ودايما قلت لكم اللي عايز يعمل حاجه يعملها ايه اول ما يصحى، ان لو اليوم بدا تاكل الموضوع. طبعا انا خد بالك احنا لو قعدنا للشروق احنا قرينا جزء او جزء ونص، ادي مسكت انا ايه جزء او جزء ونص من اول يوم. لو هي نامت وصحيت قالت اول ساعه ديت لغايه ما العيال يصحوا، لغايه ما الدنيا تسخن في البيت بتاع عباده، هتصحى تتوضا تصلي ركعتين كمان زياده ضحى، تبتدي تقرا قران بس جزء، جيب جزء، مش مهم اي حاجه، مش مهم جدول البيت، مش مهم التنظيف، مش مهم قصه الطبيخ بتاعتك، خلصي الاول الايه الحته دي، هتفرق معاك كتير. لان اول ما اليوم يبدا هتفضلي في دوامه لغايه ما اليوم يخلص، احنا بعد كده هنلقط معاكي بعد كده، لكن اول ساعه دي كنز على ما العيال يصحوا دي. ولو انت عارف ان هم بيصحوا 10 اصحي 9، عارف ان هم 11 برضه اصحي 9 لو تقدر، او 10. الساعه دي هيتصلى فيها ضحى تاني، وهيتصلى فيها يتقرا فيها ايه على الاقل جزء. انا قريت جزء ونص بعد الشروق، وقريت جزء، ادي ست البيت قبل ما تبدا اي حاجه في اليوم قريت ايه؟ قريت جزئين ونص تقريبا. اللي هي تشتكي تقول انا اقرا ازاي ثلاث اجزاء في اليوم؟ احنا قبل ما نبدا اليوم قرينا جزئين ونص، في جلسه الشروق جزء ونص، اول ما صحيت الصبح جبتي جزء. يلا بينا نبدا، ابداي يومك بقى زي ما انت عايز، نظفي واغسلي وجابي هاتي مواعين السحور، وابتدي حضري للفطار، وابتدي تبخي وقلبي البيت وصحي العيال وشطفيهم ونظفيهم وحميهم وغيري لهم، عادي مش مشكله. بس لازم ايه؟ نيه، تنساش. ما دي شغلتها زي الراجل اللي طالع بره البيت، دي قاعده في البيت، مفيش نيه يبقى لا اجر ولا بس قاعده انت كده ما بتعملش اي حاجه. في نيه 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 نيه، تخلي السرور على الزوج، تخلي السرور على الاولاد، تهيئه البيت علشان الولاد يذاكروا، عشان الزوج لما يرجع يعني حسن التزين للزوج، الطبيخ نفسه دوت شيء اكيد الاولاد بيتبسطوا، والزوج يعني في كميه نوايا ممكن الايه ممكن الام تنتويها، تكون نوايا عظيمه جدا في الايه في الوقت دوت، اللي هي بقى الكنس والغسيل، الحاجات اللي هي بتبقى زهقانه منها وقرفانه منها دي، بالنيه ممكن تحلو معاها. ده عمل طيب، يعني حسن خدمه المراه لاهل بيتها من الزوج
الاولاد، لو في حد في البيت كمان مثلا بتخدم ام زوجها او امها او او او، لا شك ان دي اعمال عظيمه ممكن تنتوي بيها طاعه الزوج، تنتوي بيها الاحسان الى الاولاد، تنتوي بيها بر والدها ووالدتها، تنتوي بيها بر حماتها وحماها، حاجات كتير ممكن تنتوي. ممكن تبقى بتشتغل وهي قرفانه لا اجر ولا وزن، لما انت ضيعت كل حاجه، هتقعدي شغاله من هنا لغايه المغرب من غير ما تاخدي اجر. وممكن بس الموضوع تختلف توجه نفس، هتلاقي المواعين بقت جميله والطبيخ بقى جميل والكنيس بقى جميل. والشكوى المتكرره من البنات من الاعمال المنزليه شكوى ملهاش معنى، ان الاعمال دي لن تنتهي. هي طبيعتنا في مصر ما عندناش خدامين والجو ده، خلاص هي دي اعمال، هي المراه يعني، هي وضعنا كده، ثقافتنا كده. فالشكوى تدل على عدم النوايا، يعني كل واحد بيشتكي وهو مش منتوي. لو انا جبت واحد دلوقتي وقفته في الشمس، وقفته على ايده في الشمس، قلت له كل دقيقه هتقف هديك 1000 جنيه هيشتكي؟ ما يشتكيش ابدا. لكن قلت له تقف وخلاص، هيقف دقيقه واحده يقول عشان خاطرك بس، وبعد كده هيشتكي يقول لك بقول لك ايه انا قرفت. لكن لو انا بديله كل شويه كل دقيقه بياخد 1000 جنيه في ايده، ايوه واقف على ايده صح، هياخدها في رجله، هاجي اقول له ايه تعبان، يقول لي لا 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 مفيش حاجه، مش هتقلقش، مالكش دعوه بيا انت. بس بعد ساعة ايه ايدك نملت؟ لا انا كمان على فكرة بس مفيش حاجة، انا كده وانت كده. طبعا بعد ساعتين اسأله مش هيرد، بس هو مش عايز يمشي لان هو حاسس ان كل دقيقة بياخد ايه 1000 جنيه. فاحتساب الاجر ليه اثر كبير جدا في استمتاعك بالعمل وعدم مللك منه. عشان كده من صام رمضان ايمانا وايه واحتسابا. احتسابا دي من العناوين الرئيسية في رمضان، احتسابا، كأن انت في رمضان بتتدرب على الكلمة دي احتسابا. عشان كده اللي هيشتكي في رمضان اصل الصيام، اصل انا عطشان، اصل الجو حر، اعرف ان عنده احتسابا فيها ايه، فيها مشكله. وافتكر المثال اللي انا قلت لك ده، الراجل اللي بياخد 1000 جنيه في الدقيقه دوت، لو هو فعلا محتسب كم ياخذ من الاجر بسبب العطش ده بسبب الحر، عمره ما يشتكي، يقول الله يا ريت يوم رمضان يطول شويه. يا سلام في الايام الصيف الحر الجامد اللي صمنا فيها كانت ممتعه، مش هيقعد يقول حر ويقرف والكلام دوت. فست البيت برضه لو هي انتوت النوايا دي، الراجل في شغله لو انتوى النوايا دي هيستمتع بشغله. بس دي حاجات بنعملها كده كده، فاما تاخدها وانت مستمتع، اما تاخدها وانت قرفان. النيه بس هتحول لك الايه الموضوع ده. طيب خلينا بقى مع الراجل الموظف ست البيت من هنا لغايه اخر اليوم تقريبا. في بقى حاجه اسمها الاثنين دول هيعملوا حاجه واحده، حاجه اسمها الاوقات البينيه. ايه الاوقات البينيه ديت؟ دي بقى كنز كبير جدا، اللي هي الحاجات الاوقات الصغيره لاثناء اليوم ديت. انت بتبص اليوم تقول ايه انا عندي كذا عندي كذا عندي كذا، لا ما بين كذا وكذا دي في 10 دقائق في 5 دقائق في 10 دقائق في 5 دقائق في 10 دقائق في 5، في حاجات كتير في النص. الراجل هو رايح الشغل في مواصلات، هيركب ساعه رايح ساعه راجع، فيها جزء رايح وجزء راجع. ولو كان قرا جزء في انتهاء بالليل في الثلث الاخير او في جلسه الشروق، يبقى احنا كده جبنا 3 اجزاء قبل ما يروح. قبل ما يروح جبنا 3 اجزاء قران، خد جزء في المواصلات رايح وجزء في المواصلات وراجع وجزء يا اما قبل الفجر يا اما بعد الفجر، ما اكيد نام قبل الفجر او بعد الفجر. ادي 3 اجزاء هو وما عملش حاجه، لا سوبرمان ولا سلف ولا الكلام ده، راجل بيشتغل بس عادي. بعد كده اثناء شغله وهي اثناء بيتها، في بقى في دقائق كده في النص كده قاعد فاضي في الشغل، طلع مصحفك. لا مش هينفع اطلع مصحفي عشان الناس قاعدين والمدير وبتاع، اذكر ربنا، اقرا من حفظك، اصلا مش حافظ كتير، اقرا اللي هم الشويه الصغيرين دول، عيد وزيد فيهم، مش مشكله، القران حلو. ست البيت قاعده في المطبخ، انت بتقشري بتقطعي ساكته ليه؟ يعني هذا عمل لا يحتاج الى تركيز قوي، يعني عمل روتيني مواعين بتاع. ممكن لو حافظه قران تبتدي تقري من حفظك ده، لو هي تقدر تعمل الموضوع ده اوه، ممكن تجيب بس في العشره اجزاء في اليوم، ما في مش هزار بجد. ان هي بتقعد في المطبخ والشغل والكنس والطبيخ والعيال والشيل والحط مما يزيد عن 5 ساعات في اليوم. وممكن هي لو بتقرا بسرعه او بتراجع ومركزه ممكن تجيب فعلا بالخمس ست اجزاء ده كده في اثناء، ده غير اللي جابته في جلسه الحاجات اللي احنا ركزناها ديت، ده وانا في الزحمه كده لا ما بعرفش اركز، اصل خلاص نذكر ربنا. ممكن تعملي ورد 1000 تسبيحه و1000 تهليله و1000 استغفار و1000 الافات بقى الافات ساعات سبحان الله وبحمده 1000 مره، لا اله الا الله وحده لا شريك له 1000 مره، لا ما بعرفش، خلاص هنجيبه سماعه في المطبخ ونشغل درس او نشغل القران وتقولي معاه. لكن السكوت ده ايه لازمته؟ بعد كده تقول لك انا اعمل ايه اصل مشغوله، لا مش مشغوله، انت مش عارفه تستثمري وقتك. وانا لو انت بتاكلي العيال وانت بتغيري، لو انت هم سمعوك بتذكري ربنا وبتقري القران، ده ياثر فيهم ايجابيا جدا.
بعد كده هتعملي جلسة بقى مع الولاد، جلسة مخصوص للقرآن، هتجيبي فيها 40 معاهم، تفرق معاهم جدا، تحكي لهم قصة في نص اليوم كده، تفرق معاهم جدا. في وقت كده بتقعدي فيه تريحي كده، يعني الراجل اللي في الشغل في كده اوقات بينية كتير، انت في الجامعة في ما بين المحاضرات ورايح جاي، يعني انت ممكن تطلع من الخمسات دقايق دول ساعة، اثناء الثمان ساعات تطلع بساعة، الساعة دي ممكن يجيب فيها جزء ونص، تسبح فيها 10,000 مرة. نقدر نعمل ولا نقدرش؟ نقدر. انا بكلمك يوم عادي جدا، يوم بني ادم عادي مش قاعد في البيت، تمام. طيب هيروح صاحبنا ده من الشغل طبعا تعبان في العاده، هينام لغايه المغرب لانه ما نامش كويس، او لو بطل قوي هيستغل يعني نص ساعه كده وبرده هينام. وست البيت مكمله معايا بنفس النظام ده لغايه المغرب. خلينا نقف عند المغرب ونرجع تاني لمين؟ الطالب بقى. احنا سيبنا الطالب من ساعه الفجر ما عبرناهوش. الطالب بقى مهم جدا معايا، لان الطالب كل اللي جاي ده معتمد على النظام اللي هو هيعتمده في الفتره ديت. انت من دلوقتي لغايه ما الامتحانات تخلص لازم هتعتمد نظام. ايه هو النظام؟ النظام هو، خد بالك انا ليه ما اتكلمش في الموضوع ده في في في, في ست البيت والموظف، ان هم لهمش غير نظام واحد. الموظف لازم هيصحى الصبح، الست البيت لازم هتصحى الصبح، يعني فيش اوبشنز يعني. لكن الطالب في العاده من دلوقتي وطالع في العاده هو ما بيروحش لا المدرسه ولا الكليه، يعني هو دلوقتي في البيت اقصى حاجه بينزل الدرس، خلاص تقريبا ما بيروحش الكليه، تقريبا ما بيروحش المدرسه، يعني اقصى حاجه بيروح الدروس. يبقى هو عنده اوبشن ينام في اي وقت، يبقى هو لازم يختار نظام، هتنام بالليل ولا هتنام بعد الفجر؟ ان ده هيفرق معايا في اليوم كله. النظام ده هينقلك، هو في الاخر هنستثمر الاثنين، بس انت لازم تحدد انت عايز ايه، ده هيفرق معاك كتير. هنتكلم على النظام الاولاني وهو ان هو هينام بعد الفجر، ونشوفه كل نظام مزايا وعيوبه، وبرضو انت الموضوع راجع لك. ممكن في الاخر نظام انت تبقى مجبر على نظام معين بسبب مواعيد دروسك، يعني خلاص مفيش كلام، هقول لك خلاص مالكش غير النظام ده، لكن يمكن انت عندك اختيارات، فيمكن ان انا المناقشه اللي هقولها دي تفرق معاك. هننام بعد الفجر اللي هو انا قصدي اغلب نومك، ولا هتخلي اغلب نومك ايه؟ بالليل. بالليل ده اللي هو ايه؟ اللي هو من التراويح قرب الفجر اللي هو وقت السحور يعني، ولا هنام بعد الفجر لغايه الساعه 10 مثلا؟ شوف. طيب خلينا نشوف الاول النظام الايه، النظام الاولاني وهو نظام هنام بعد الفجر. لو نام بعد الفجر، بعد الفجر على طول او بعد الشروق، يعني كلها ساعه، يعني الكلام هيفرق في ساعه، بس في العاده لو هو قرر ينام بعد الفجر اكيد مش هقدر الشروق، في العاده مش هقدر الشروق ان هو سهران طول الليل يعني. فلو هينام مثلا، هينام من 4:30، هينام من 4:30 يصحى مثلا، اقصى حاجه يصحى كام؟ 9:30. احنا قلنا ده اغلب نوم، احنا مش عايزين ما تحطش نومك كله في وقت واحد، لان انت اثناء اليوم هتتعب فهتنام، ما يبقاش انت نمت زياده، يعني ما تبقاش نمت بالليل 7 ساعات وعايز تنام ساعه تاني، كتير قوي. ومفروض انت كطالب يعني المفروض هتنام 6 ساعات في الفتره ديت، يعني لو انت يعني كسلان قوي تنام 7، مش ممكن طالب ينام اكتر من 7 ساعات في الفتره دي على الاقل يعني. فانت يعني لو هتنام هتقسم، هتخلي مثلا 5 هنا و2 هنا، لانك انت لو حطيت كله في وقت واحد مش هتستحمل تواصل كل ده، انت هتبذل مجهود كبير في مذاكره وفي درس وفي طلوع ونزول يعني، فحوش شويه لما تيجي تتهدد تروح نايم، يبقى انت كده ما ضيعتش وقت، هما في الاخر 7 برضه. يبقى انا لو نمت بعد الفجر مش هصحى الظهر، لا انا هصحى الساعه كام؟ نمت 4:30 تصحى 9:30 مثلا، نمت 5 تصحى 10، حلو كفايه قوي كده. هتصحى اول ما تصحى تعمل ايه؟ لان انت ما عدتش للشروق غالبا، هتتوضى وتصلي ليه؟ الضحى على طول، وبعد كده تقرا جزء، مفيش كلام، ما تحسبهاش، ما تفكرش، ما تبصش للجدول، مش هتيجي معاك، مش هتيجي غير كده. لازم اول ما تصحى الصبح تجيب جزء ونخلص، يبقى كده طمنت جزء. لان انت لو قلت ابدا مذاكره وان شاء الله مش هيحصل، احنا كل اللي جاي تلقيط، بس انا على الاقل مسكت ايه؟ جزء على الاقل ضامن خدمه. كل ما اصحى الصبح في جزء بيتجاب، بصلي الضحى بجيب جزء ساعه، اول ساعه في اليوم دي زي ست البيت كده خلاص ساعه، بعد كده هبتدي اذاكر. هيبتدي صاحبنا يذاكر من امتى بقى؟ طبعا لو مفترض قلنا الساعه 9:30، لو بدا من 10:30 مثلا هيبتدي يذاكر 1:30 قبل الظهر، تمام؟
ساعة ونص عموما بقى مذاكرة الطالب هتمشي معايا كالآتي، وده يفضل. هم حتى الناس اللي بيتكلموا في المذاكرة بيقولوا ان المذاكرة مفترض تذاكر نص ساعة متواصل، بعد كده ايه تريح خمس دقايق، نص ساعة خمس دقايق او 40 دقيقة، او في ناس بيقولوا 20 دقيقة كمان. فخلينا في النص ساعة، نص ساعة خلي دايما مذاكرتك نص ساعة خمس دقايق راح، نص ساعة خمس دقايق راح. طيب نص ساعة مذاكرة خمس دقايق راح، خمس دقايق هعمل فيهم ايه؟ هتقرا ربع. سيستم نفسك على كده، الخمس دقايق دول هتقرا فيهم ربع. لو قافل قوي 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 يعني شوف اللي انت كنت عايز تعمله على النت بسرعة في الخمس دقايق دول، لان انا مش عايز اقعد على الموبايل كتير ولازم اكيد هقعد على الموبايل. ففي الموبايل هتبقى محدد انت داخل تعمل ايه، داخل على جروب الدفعة تبص على حاجة، داخل على الواتس هتتابع واحد صاحبك بتتفقوا على حاجة، تشوف المدرس نزل ايه بيقول لك ايه على الواتس، الجروب بتاع المدرسة قالوا ايه، او في مثلا مقاطع معينة في رمضان بتابعها، هخش اسمع خمس دقايق مقاطع خمس دقايق خلاص، هرفرش نفسي كده، هخش على صفحة فلان اجيب الخمس دقايق بتوع النهاردة خلاص ده فلان، لما يجي لي وقت تاني هخش على فلان التاني. انا بتابع مثلا اربع دعاء في رمضان، بخش اشوفكم كل يوم نزلوا ايه، فانوعهم كل شويه كده فرفش نفسي. لو قادر تقرا القران خلينا في القران احسن، يبقى الخمس دقايق دول هجيب فيهم قران. يبقى انا نص ساعه، انا لو ذاكرت ساعه ونص لغايه الظهر يبقى انا جبت 3 ارباع حلوين. بعد الظهر طبعا تاني نفس الكلام هيتعاد، صلاه الظهر طبعا ايه صلاه ظهر، يعني هتنزل بعد الاذان هتجيب 4 ركعات سنه بقى، يعني ايه حاجه جميله، وتصلي صلاه حلوه تمام التمام، تصلي الظهر تصلي خشوع وتدبر وتركيز كانك ما عندكش مذاكره، كانك فاضي. التفكير في المذاكره في الصلاه ملوش اي معنى، يعني لا هو لا انت بتذاكر ولا انت صليت، يعني هو موضوع استهلاك وتضييع وقت وخلاص. طيب يبقى انا مش هفكر في حاجه خالص في الصلاه، افصل، حاول تفصل في الصلاه مهما كنت ست بيت انت بقى موظف بتاع الصلاه، التفكير داخل الصلاه ليس له اي فائده، انما هو ضرر محض يضيع عليك. فالصلاة هو الشيطان أول ما تقف الصلاة يقول لك أذكر كذا وأذكر كذا وأذكر كذا، تقعد تحل أنت مسائل الكوشن وتسمي مثلثات وحليت البيت وطبختي وتغديتي والعيال قالوا لك الله ماما احنا أكل حي، كل ده في الصلاة، وفي الآخر تطلع في الصلاة برضو غبي ومش فاهم، يعني فرقتش حاجة. يعني إذا ملوش معنى أن أنت تقعد تركز في الصلاة في المذاكرة أو في شغلك أو في شغل البيت. طلعنا من الصلاة الله حلو، صليت السنة البعدية، لازم تجيب السنة من السنة دي في السريع كده مش هتحس بيها. طلعت البيت هتقعد تذاكر من الظهر للعصر قطر، دي بقى الايه اللوكشة بتاعتك، انت نايم كويس، انت نايم خمس ساعات تمام، هتذاكر من الظهر الايه للعصر فيهم 3 ساعات ونص او 3 بالليل، 3 ساعات لو انا كل نص ساعة بجيب ربع يبقى انا جبت 6 ارباع، قول كان في ربعين يا عم قبل صلاه الظهر يبقى انا كده جبت جزء، ادي الجزء الثاني. تعبت في حاجه انا لغايه دلوقتي ولا اي حاجه؟ طالب عادي وبيذاكر، جبت جزئين لغايه دلوقتي، لغايه صلاه العصر جبت جزئين، والمذاكره مذاكره طحن، ده موضوع ثاني. يعني في فيديوهات كتير في موضوع المذاكره، مش عايز اضيع وقتكم في الايه الموضوع ده، ممكن تخش تشوف طرق المذاكره ومش عارف ازاي والتلخيص، في حاجات نصيحة جميلة عن انت على فكرة ما تستهترش بالوسائل الحديثة دي، بتنجز كتير جدا. ازاي تتلخص، ازاي تذاكر، يعني ازاي تعمل اوت لاينز، ازاي ان انت تقرا الموضوع الاول اجمالا وبعد كده تفصله، ازاي تعمل كده ترتيب في دماغك، يعني في طرق حديثة كتير في احسن مني بيتكلموا فيها، ممكن تخش تدور على النت طرق المذاكرة والكلام ده، حلو قوي انك انت تبذل من وقتك ساعة ساعتين تتعلم حاجة زي كده، ممكن تفرق معاك طول السنة. يعني انا قصدي يعني المهم المذاكره تبقى مذاكره. وصلنا للايه العصر، هنصلي عصر، هنصلي. احنا ذاكرنا كم ساعه دلوقتي؟ 4 ساعات ونص، ذاكرنا 4 ساعات ونص حلوين. بعد العصر في العاده يا دوبك لو ذاكرت هتذاكر كتير ساعه او يمكن اقل من ساعه، اكيد هتنام، لازم تنام انك انت لسه هتلحم. انا ليه خليت النوم متاخر؟ لان احنا هنسهر للفجر، ولازم انت نمت في الاخر، هتنام بقى قبل المغرب، تنام بقى من الساعه مثلا العصر خلص 4، هتقعد تذاكر من 4 ل 5، ادي ساعه، هتنام من 5 مثلا ل 6 ونص، ساعه ونص حلوين، وانا معايا 5 من الاول، ادي 6 ونص كفايه قوي.
ستة ونص صحيت يبقى قبل الفجر، قبل المغرب بعشر دقايق او ربع ساعة توضيت بسرعة، ترفع ايدك تقعد تدعي لغاية الاذان، ملكش دعوة اي حاجة، الدعوات دي هي خلاصة اليوم، دعوات 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 لغاية الايه، لغاية الاذان، اذننا صلينا طلعت ايه، طلعت فطرت، كلنا بقى نطلع نفطر. ادي احنا التلاتة وصلنا مع بعض، الطالب وصل مع ست البيت، وصل مع الرجل الموظف، وصلنا لحظة الايه المغرب. خليني بقى في السكة دي بقى، التلاتة دول في حاجة بقى مشتركة هما التلاتة هيعملوها، وهي لو التلاتة دول نزلوا من البيت لأي سبب، الموظف أكيد نزل من البيت، ست البيت ممكن تنزل لسبب ما، ممكن الطالب يروح درس ويجي في الفترة ديت، فيها كتير بقى بتعمل عبادات. طبعا أنا في نوايا، أي نزلة بنزلها في نوايا، لكن في عبادات تانية بتتعمل أثناء اللي، طبعا متنساش إن المذاكرة كان فيها نوايا، ننزل نقول الموضوع ده ولا إيه؟ إيه النوايا اللي ممكن ننوي في المذاكرة؟ قولوا كده، اي حد نوى في حياته قبل كده تكفير سيئات يعني، اي اكيد فيه ذنوب بتطلع، نية النجاح ليه تنجح ليه ولازم نجاح ليه، وفي واحد عايز ينجح عشان يتمنظر، فهذا ينجح عشان يعني يعلو على الناس، نفع المسلمين، تنجح كمسلم، تنجح واحد بيصلي وملتزم بيحضر دروس، عايز تقدم صورة لاصحابك كويسة عن الملتزم اللي بيصلي في مسجد، عشان ما شايفينك مستنينك يقول لك الواد الملتزم ده شكله هيفشل عشان ماشي مع جماعه الشيوخ وبتاع، فانت عايز ترد عليهم بمجموعك تقول لهم لا والله طريق الالتزام كله خير، بس الكلام ملوش لازمه، لازم الايه الفعل. ممكن عايز اتفق عشان ابويا وامي يفرحوا، تعبانين في البيت شقيانين بيصرفوا عليا، نفسهم يفرحوا بيا، فانا بنوي الايه نيه الصالحه ديت، خد بالك، بنوي ان انا انفع المسلمين سواء بعلمي او بمذاكرتي، ما انا انفع اصحابي لما بذاكر وانجح، بنفع اصحابي انا اللي بشرح لهم فباخد نوايا، وبيفيدني في الموضوع في الدعوه الى الله، يعني ممكن انوي الدعوه الى الله بالمذاكره، ان اللي بيذاكر كويس مين اللي بيحتاجوا الطلبه كلهم، ولما الطلبه يحتاجوني حاضر ادعوهم اقول له تعالى هننزل نصلي، هيجي يصلي معايا، طب نصوم النهارده هيصوم معايا، طب ايه رايك نسمع قران بدل الاغاني، هيسمع قران، فانت عملت دعوه بسبب ان انت مجتهد. لو العكس انت اللي فاشل وهم المجتهدين، هتضطر تمشي في مسارهم، هتلاقيه بيشرب سجاير قدامك مش هتعرف تعمل معاه حاجه، انت عايزه يشرح لك، هيقول لك انا بسمع اغاني وانا بذاكر، يا ما تجيش يا تسمع اغاني، هتيجي تنزل تصلي يقول لك على فكره احنا هنكمل، انزل انت صلي بقى مع نفسك يا عم الشيخ، يبقى انت احرجت نفسك، سببت لنفسك ازمه كبيره، يبقى انا عايز انقذ نفسي من موقف زي دوت، بمذاكر انا كويس، هم اللي يحتاجوا لي انا ما احتاج لهمش، وتبقى انا باب دعوه مش انا اللي ايه، انا اللي ادعى بسبب افعالهم السيئه لما بضطر اقعد معاهم عشان افهم. نوايا كتير ممكن تحطها في موضوع المذاكره ده، بس نزلنا من البيت في نوايا وانا نازل من البيت، اول حاجه عنويها افشاء السلام، دي عباده شغلنا فيها. طبعا احنا لغايه دلوقتي طلعنا من العباده يا جماعه، سواء انت بتذاكر ست بيت، موظف، رحت جد، نايم صاحي، انت ناوي حتى نومك ناوي فيه، غير الصلوات غير القران، دي العباده المحضه اللي احنا دايما بنحسنها، عباده واضحه. نزلت من البيت في حاجه اسمها افشاء السلام، لا تلقى احد، او يعني تحاول تكسر السلام على خدنا الصالح، طول ما انت عايش السلام عليكم، السلام عليكم، ابتسامتك لا تفارق وجهك، دي بقى حاجه ايه، عباده شغاله معاك 24 ساعه، طول ما انت ماشي بتبتسم للناس، ابتسامه تبتسم وتسلم، تبتسم وتسلم، تبتسم وتسلم، لو ما بتسلمش يبقى في ذكر او قران، يعني شغال. دخلتي السوق، من اول ما تدخلي السوق لغايه ما تطلعي في حاجه اسمها دعاء السوق، دعاء ده النبي عليه الصلاه والسلام اخبر في حديث حسن الالباني اللي يقولوا لي ألف ألف حسنة، عارفين أنتم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. يبقى أنا حنوي أول نخش السوق، راجل أو ست دخلوا مجرد هو الفصال والبيع والكلام ده، غير كده ده أقول الذكر ده على طول على طول على طول، ولي نية وأنا داخل السوق والكلام ده، يبقى دي عبادات ورا بعض. غير كده ان انا يعني احاول ممكن استغل وجودي في الطريق ان انا انصح حد بحاجه، قعدت جنب واحد في المواصلات قلت له كلمه طيبه، مش لازم على فكره لما نيجي ندعو ان احنا مجرد بننهي عن منكر، يعني في حاجه اسمها امر بمعروف، يعني ليه دايما مركزين على موضوع النهي عن منكر، لازم واحد يكون جنبي يشرب سجاره عشان اكلمه، ممكن واحد جنبي بيقرا في مصحف وهو كويس عادي كل حاجه، افتح معاه موضوع اقول له والله ان شاء الله انت عليك دعوه كده، مثلا عندي نيه اقول له نصيحه معينه أو 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 أوجهه لعبادة معينة، ممكن واحد قاعد جنبي ما بيعملش حاجة أتعرف عليه وبتاع، دي أسهل من نعم ممكن، أنت دايما مشكلة نعم ممكن، المنكر موجود فتتوقع الصد،
طب ليه ما اشتغلتش في اللذيذ اللي هو مفيش حاجه؟ لو اللي جنبي لاني بكلمه كده بدردش معاه بقول له اخبارك، عايز اقول لك حديث جميل سمعته امبارح من الشيخ، وتقول له حديث وبتاع وتكلمه في صلاه الجماعه، يعني مفيش مانع ان انت تعمل عباده زي ديت ولو مره في اليوم، تشجع نفسك بيها، تتعود ان انت تبقى جريء في الكلام. الحاجه اللي بعد كده ان انت ماشي معاك حاجات لذيذه كده في جيبك بقى، يعني اذكار الصباح والمساء اللي هي الواحده دي بلاش بسيطه قوي، جيب منها حبه كده 100 شايلهم في جيبك طول ما انت ماشي، توزع يعني تعرفش ايه هتروح فين، هتقع في مين، ممكن واحد يقعد يقرا طول حياته الورقه بتاعته. والله احيانا بتلاقي واحد طلع في المواصلات ورقه يعني ضايعه وكلها خلاص ولسه بيقرا فيها، تقول سبحان الله مين اداها له دي، ده ولا بقى له 10 سنين بيقرا في الورقه دي. ايه وزع اذكار صباح ليه الصغيره، مش هقول لك كتيب، لا ليه ورقه واحده، حاجه عن التدخين، حاجه عن التبرك، حاجه عن مش عارف ايه، حاجه عن فضل الصلاه كده، خلي في جيبك 100 ورقه من دي دايما طول ما انت ماشي. قبل ما تروح تكون وزعت ال 100 ورقه، 100 ورقه دول بكام؟ 100 ورقه دول ممكن يعني يعملوا كام؟ يعملوا لك فيش يعني 10 جنيه ولا حاجه، يعني رقم بسيط قوي يعني هتدفعه في اليوم او ممكن اقل من كده لو انت مش مقتدر يعني. المهم يعني وزع، خلي في جيبك سواكين ثلاثه ممكن تديهم بقى الناس الغاليه شويه. حاجات زي دي جميله قوي. احنا كده استهلكنا وقت ولا ده يومي العادي؟ انا شغال عادي، انا ماشي كده في الشارع بوزع ورق، بوزع ابتسامات، بقول كلمه طيبه، انا لغايه دلوقتي ما ايه ما ما ما, ما عملتش حاجه زياده مش كده؟ طيب احنا الاثنين دلوقتي كلنا وصلنا ليه؟ المغرب، صلينا المغرب صلاه تمام، طلعنا كلنا اكل تمام. عايزين ننصح برضو ست البيت الطيبه دي ان احنا عايزين برضو نلعب على قاعده مهمه، قاعده ضغط الاعمال قدر الامكان. ودي قاعده سواء ست البيت او ممكن ينتفع بها اي حد في اعمال في باله، وهي ان يعني مش لازم كل حاجه تبقى تمام، اصل رمضان ايه الوقت ده، بمعنى ان احنا مش لازم نتكلف قوي في رمضان الاكل اللي هو بياخد وقت طويل قوي في عمله وكده، ممكن نتفق في البيت ان احنا يعني ننجز في الاكل شويه، نعمل اكل سريع خفيف، يوم في الاسبوع ناكل اكله جامده بتاع بتاخد وقت في اعمالها، لكن ممكن نتفق في البيت ان احنا يعني رمضان مفيش وقت يضيع، ممكن نقضيها مكرونه وفراخ بانيه، مفيش مانع مكرونه بس من غير فراخ بانيه، ممكن فراخ من غير بانيه، يعني يعني احنا ممكن ايه نهندل الموضوع مع بعضينا، بس يكون البيت كله مستوعب الموضوع ده عشان ايه عشان محدش يزعل. يعني كفته جاهزه، هات وانت راجع بيتزا، اي حاجه، المهم يعني فعلا البيت يبقى متناسق. ممكن فعلا الزوجه تقعد مع الزوج تقول انا مش على فكره مش كسلان على الحاجه اللي انت عايزه عنيا ليك، بس احنا عايزين نستثمر رمضان، يعني ايه ممكن يعني نخلي اكلاتنا ايه تكونش مجعلصه قوي، يعني بلاش الحلويات الكتير قوي، لو الا بقى لو الزوج الموضوع هيسبب له ازمه خلاص احنا ننتوي ونعمل، يعني ما دي نيه وعمل صالح. بس انا بحاول ايه لو انا زوجي كده ما يفرقش معايا، يعني عادي لو عملت عالش يعني اكل ده، طب ما خلاص طب ما اعمل اكل هو كده كده مبسوط مش فارقه، واستثمر انا وقتي تنظيف البيت، مش لازم كل يوم ننظف البيت وكل يومين، يعني مش هيحصل حاجه، يعني ممكن الكحك نعمله دلوقتي، ليه بنعمله في رمضان؟ يعني انا عايز افهم ليه الكحك بيتعمل في رمضان، يعني لو اتعمل في شعبان وتشال هي على فكره نفس النتيجه، يعني الكحك مش بيبوظ خالص اصلا، بيقعد ممكن لو كلت بتاع السنه اللي فاتت مش تاخد بالك، هو ليه بنعمل الكحك في رمضان؟ انا السؤال ده بالنسبه لي محتاج اجابه ومش لاقي اجابه لغايه دلوقتي، ليه مش بنعمله في شعبان بيس في اللذيذ وبعد كده اخش رمضان خلاص خلص قصه الكحك دي، الحياه بتستنى، بس الكحك بقى بيحنا في العشر الاواخر بقى، هو العشر الاواخر، العشر الاواخر من اولها لاخرها كحك. انا انت فعلا ممكن تقول لك طبعا ما انت قلت نيه صالحه، ما انا عندي نيه صالحه، بس انا بقول احنا ممكن نعمل استثمار افضل، انا ممكن اعمل العمل دوت في وقت تاني وفي نفس الوقت استثمرت رمضان، ليه زنقتي نفسك في رمضان بعد كده تقول لي مش انت قلت النيه ومش النيه؟ ايوه بس ده مش الاستغلال امثل، ده استغلال جيد لكن مش الامثل. الامثل كان احنا ناجل الموضوع ده او يعني نخليه قبل ايه؟ قبل رمضان. فيعني او على الاقل اول رمضان يعني، بس مش العشر الاواخر يعني. مش ممكن تبقى الناس كلها بتتهجد واحنا بنعمل كحك. ضغط الاعمال قدر المستطاع. طيب احنا وصلنا المغرب، صلينا المغرب كلنا فطرنا. في العاده من لغايه العشاء تبقى انت هلامي كده اللي هو ايه باصص في السقف ومش فاهم اي حاجه، بتحاول تتخلص من اثار السيئه اللي انت عملته في الفطار، فيعني في
ادخنه غريبه طالعه من كل حته كده يعني. فيعني اكيد مش بتذاكر يعني، مفيش حد بيذاكر من الوقت ده للمغرب للعشاء يعني، مستحيل يكون ده وقت مذاكره او وقت تعمل فيه اي حاجه. في حل واحد بس تعمله تقدر تستثمر بيه الوقت ده، انزل المسجد. ده الحل الوحيد. اي قاعده في البيت هتتحول الى كائن هلامي باصص في السقف، قاعد بيضرب في الصبيه في خروب في بتاع لغايه ما ينزل برضه المسجد العشاء، يعني ما عملناش اي حاجه. لا، الحل الوحيد حضرتك تنزل المسجد فورا، ده الحل. موظف او طالب خلاص ده بالنسبه لي سهل. ست البيت طبعا ربنا يديها الصحه، هتنتوي نوايا بقى وتقضيها ايه، شيل وحط ومواعين والكلام ده، عشان بعد العشاء هتصلي برضه تراويح، عايزه تصلي هتنزل المسجد. عارف لو نزلت المسجد بعد الفطار على طول لغايه اقامه العشاء هتجيب جزء، صدقني هتجيب جزء. انا في الوقت ده احيانا براجع جزء وبحضر درس، بس طبعا ده ناتج انت اصلا احنا قلنا اتفقنا البيت بيتفق ان اكله يكون ايه، احنا بنستثمر رمضان بقى، مش هبقى اكل بقى اللي بنقعد ناكل فيه كتير ولا بيتعمل في وقت طويل. لو يعني البيت الموضوع ده بالنسبه له حاجه يعني اساسيه وهيحصل مشكله، مفيش داعي للصدام دوت، اعمل لهم عايزينه خلاص. لكن على الاقل هتنزل يوم ما هتموت اكل هتخلص قبل العشاء ولو 10 دقائق يعني، مش معقول هتاكل الاقامه يعني. هننزل هتلاقي نفسك ماسك لك تلت ساعه نص ساعه قبل العشاء ممكن تجيب فيها جزء، ادي جزء. احنا وصلنا كتير على فكره، احنا معديين 3 اجزاء لغايه دلوقتي واحنا يومنا زي ما هو. بعد العشاء في تراويح دي هتتصلى خلاص عادي، بس انت ممكن الطالب بقى ايه يختار، ممكن يصلي في مسجد بجزء، مسجد بحزب يعني، بس انت راعي في الاختيار بتاعك. على الاقل لو صليت صلاه سريعه شويه تبقى ورا امام كويس تخشع وراه، حتى لو كان بينجز بس على الاقل صليت صلاه حلوه تمام. والست البيت صلت في البيت، والراجل موظف اكيد صلى ما عندوش مشكله دوت، موظف هيروح ينام في العاده، والطالب بقى يروح لو هو قلنا بينام بعد الفجر هيلحق مذاكره لغايه الساعه 2:30 مثلا، يبقى هو ذاكر من 10:30 ل2:30، يروح من التراويح مثلا 10:30 هيضرب مذاكره 2:30 في المسافات البينيه، يا بيقرا قران يا بيسمع مقطع دعوي، يا اما بيبص على الفيس يا اما بيبص على الواتس يا اما بيتابع التليجرام، يعني بيخلص الليله بتاعته دي في الزحمه دي كده. خلص معايا النظام بتاع النوم بايه؟ النوم بعد الفجر. النظام الثاني اللي هو النوم بعد التراويح، النظام ده انا بفضله، بس زي ما بقول لك انت ممكن، انا بفضله بس انت ظروفك ما تسمحش، لان يعني انت النوم بعد التراويح ده بالنسبه لك مشكله، لان انت طالب في ثانويه وعندك دايما الدروس في الوقت دوت، لكن طالب جامعه ممكن ما عندوش كورسات ولا دروس، فعادي يعني عنده اختيارات. لكن لو هو انت عندك اختيارات النظام الثاني افضل شويه، اللي هو النوم هيبقى امتى؟ النوم هيبقى بعد التراويح على طول، هتنام من 10:30 مثلا لغايه 2:30، ادي 4 ساعات، وبعد كده سحور ودعاء وفجر خلاص خلصنا، وجلسه شروق انت كويس معاك الجلسه دي، جبت فيها جزء وجبت جزء ونص، صليت الضحى هتروح باشا هتبدا تذاكر مطحنه لغايه الظهر، هتذاكر تقريبا من 5 أو 5:30 لغايه الساعه 11:30، كتير جدا هتذاكر لك 6 ساعات مثلا رقم، خد بالك انت ممكن تجيب كل حاجه في خلاص خلص بالنسبه لك حلو كده تمام. هتوصل للدور طبعا في المسافات البينيه برضو ممكن تكون جبت جزء في المسافات البينيه، صليت الظهر، بعد صلاه الظهر تنام للعصر. شفت انا قلت النوم المره دي ليه؟ لان انا عايز انام بعد التراويح، انا لو نمت بعد العصر مش هنام بعد التراويح هتبوظ مني، وانا عايز انام لان انا نمت 4 ساعات بس، هنام امتى؟ من الظهر للعصر. او لو انت اقتصادي قوي ذاكر ساعه بعد الظهر ونام 2 ساعات بس، بلاش 3 كتير، ما انت نمت 4 نام 3 كفايه 2، ذاكر ساعه بعد الظهر لغايه ما تجيب اخرك وخلاص مش قادر نوم، هتلاقي نوم ده اقتصادي. عارف لما تنام وانت تعبان يبقى حلو قوي، مش هو داخل انام كده وخلاص، هتنام 2 ساعات زي الفل، هتصحى بعد العصر هتكمل مذاكره اذكار، يعني هتبتدي تعمل عشان عندك من العصر المغرب ممكن تعمل فيه كذا حاجه، ذاكرت كتير وقريت قران كتير صح. النظام ده احسن ليه بالنسبه لي لعده اسباب، اولا جلسه ممكن تضمن جلسه الشروق، بس خد بالك انت خسرت الثلث الاخير من الليل برضه. صاحبنا التاني قاعد يدعي في الثلث الاخير من الليل وهو بيذاكر وبتاع، وممكن صلى ركعتين حلوين كده مع نفسه يعني. حاجة التانية خدت بركة البكور، ودي بقى اللي ملهاش ايه؟ ملهاش مثيل. جعلت بركة أمتي في بكورها، إن أنت خدت البركة بتاعت الصبح دي، مذاكرة الصبح دي مطحنة،
ملاش حل، بتجيب معاك اكتر من اي وقت، وذاكرت في وقت ما فيهوش مشاغل. تعرف مذاكره بعد الطريق برضو ايه، في عيل بيكلمها مش عارف ايه، في تلفزيون، في ناس شغالين البيت، في عيال بيتخانوا في الشارع، في يعني تحس. بس بعد الفجر الدنيا في الرايق خالص. الحاجه اللي مهمه اللي بعد كده، فانت بتنجز طبعا. الحاجه المهمه بعد كده ان انت اصلا عايز تعود نفسك انك تبقى فايق في الوقت ده. ليه؟ لان الوقت ده هيبقى في وقت امتحانك. يعني لما يجي الامتحان، امتحان هيبقى الساعه 9 الصبح يعني غالبا، يعني في امتحانات متاخر انا عارف، بس هو غالبا امتحانات تبقى 8 9 10. فانت عايز تعود نفسك اصلا ان انا ابقى فايق في الوقت ده مش نايم، عشان لما يجي الامتحان ابقى ده العادي بتاعي. ثم انك انت يوم الامتحان نفسه، في العاده محدش بينام بعد الفجر يوم الامتحان الا البعض، يعني البعض بيحب ينام قبل الامتحان، بس في بعض بيبقى تنشن بينامش خلاص، يقعد يذاكر لغايه الامتحان. فيبقى انت اصلا متعود تذاكر في الايه، في الفتره دي. فيمكن النظام ده يكون احسن شويه. بس طبعا ممكن واحد يقول لي لا ما ينفعنيش، خلاص الموضوع بسيط. طيب من الحاجات المهمه ان انت تنتويها ترك الحرام. ترك الحرام ده عباده عظيمه جدا لكل الناس. اني حرام تترك النظر للنساء، دي اهم عباده في رمضان. تترك الغيبه، قول الزور، شتيمه، نميمه، تترك مش تعمل حاجه، انت بتترك. الترك ما بيكلفش حاجه، عشان كده بقول لك انا هخليك توصل من غير ما تعمل حاجه. بس تحدي غض البصر في رمضان ده تحدي عظيم جدا، واللي بيحفلح فيه قد يكون افضل من الصائم القائم. يعني ده تحدي يعني لا يفوز فيه الا الابطال، ابطال تحدي ترك الحرام كله. فده دي مساله برضو انت ماشي معانا فيها، العاده السريه، الافلام الاباحيه، الحاجات دي لازم تتعود في رمضان ايه، تتوقف عنها. تمام. طبعا في الزحمه دي بقى ممكن تعمل حاجات بقى، عبادات كتير، تصل الرحم في السكه، تروح كل يومين تعدي على والدك والدتك، او لو انت طبعا قاعد معاهم في البيت تجيب لهم هديه كل يومين كده، هديه، تقبيل الايدي، مساعده في البيت، خدمه الوالده، خدمه الوالد، تلمع جزمه والدك. يعني في بقى ايه، في الزحمه كده في بقى حاجات عظيمه كتير جدا ممكن تعملها في الدقائق، اشتغل عليها. تليفونات لعمك وعمتك وخالتك وخالك، وتتصل بالقرايب شويه كده، تبعت رسائل دعويه، رسائل سلامات، كل دي امور انت قاعد ما عملناش حاجه، صح؟ يبقى دي كلها ايه، كل دي معايا. خلينا، طب لو انا فاتني القيام لسبب ما، درس، مذاكره، مش قادر، صلي مع نفسك بعد ما تروح، الوقت ضيق، خليك ذكي في الصلاه. قبل كده قلت لكم ازاي تصلي ب 100 ايه في 5 دقائق، صح؟ ممكن تصلي ب 100 ايه في 5 دقائق، تاخد اجر من قام ب 100 ايه كتب من القانتين. ممكن تقرا سوره مثلا الواقعه ومعها اي سوره قصيره، جبت 100 ايه. ممكن تقرا الحجر مثلا 40 بس ومعها اي سوره قصيره، جبت 100 ايه. ممكن تقرا عما يتساءلون والنازعات سوره قصيره، جبت 100 ايه. يعني ممكن تركز على الصور اللي قاتها كتير، تبقى انت صليت بآيات كتير قوي وخدت اجر كبير، وفي نفس الوقت ما صليتش ايه، ما صليتش وقت طويل. فممكن تسبق التراويح بتاعتك في البيت نص ساعه، يمكن تصليت تحيات كتير جدا ودعيت وركعت وسجدت وعملت كل حاجه، يعني اضعف الايمان. او ممكن لو فاتتك التراويح تجيب تهجد، ما في مساجد بتصلي تهجد، راح منك التراويح لسبب ما، انجز نفسك وصلي ايه، وصلي تهجد في مسجد بيجيب تهجد. صدقه، باب الصدقه مفتوح خاصه للنساء، تصدقنا يا معشر النساء فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فدي الصدقة باب عظيم، ده برضو بيكلفكش حاجة، اعمل ورد للصدقة كل يوم، تعمل لك ورد للصدقة على قد فلوسك. آخر حاجة هنقولها النهاردة وهي حكم الإفطار في رمضان بسبب الامتحانات، ودي مسألة مهمة جدا بيكثر السؤال فيها كل سنة، وكل طالب بيبقى إيه يعني يقول لك ينفع أفطر في رمضان عشان عندي امتحانات أو كده. خلينا نقول إجابة سريعة جدا، وهي طبعا 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 المذاكره في رمضان والامتحانات في رمضان فيها مشقه بلا شك، وده اللي بيخلي الناس بتعتقد ان هو يجوز ان هو يفطر في نهار ايه، رمضان. لكن المشقه دي هي نفسها مشقه الموظف في شغله، وهي نفسها مشقه، ممكن مشقه ست البيت اللي قاعده قدام النار في عز الحر اصعب كتير جدا من مشقه الطالب اللي قاعد قدام المروحه او في التكييف وبيذاكر. تمام. بس دي مشقه ودي مشقه ودي مشقه، لا شك ان هي مشقه، بس هو الالتباس عند الطالب ان هو افتكر ان طالما في مشقه بينفع ايه، افطر. لا، هو مش اي مشقه ينفع ان انت تلاقي نفسك عذر عباده، هي اصلا اي عباده فيها مشقه. الصيام من غير اي حاجه هو فيه مشقه، الصلاه فيها مشقه، الحج فيه مشقه شديده. الا لو كانت العله في ترك اي عباده هي المشقه، يبقى احنا كده ايه، مش هنعبد ربنا اصلا. ان هي تكاليف، يعني ايه تكاليف؟ يعني مشقه.
طالما في تكليف يبقى في يبقى في مشقة. بس هو الفكرة ان المشقة دي محتملة ولا غير محتملة؟ اذا كانت محتملة يبقى دي مش عذر انك انت تفطر. عشان كده بنقول امتى يكون في عذر للطالب انه يفطر؟ لو وصل لدرجة المرض، يعني واحد صام وذاكر بتاعه عنده، فالموضوع ده سبب له هبوط، او كان عنده السكر، او عنده غيبوبة معينة، فالدكتور قال ده لازم يفطر دلوقتي. ده هيفطر، بس هيفطر من باب ان هو بقى ايه، بقى مريض مش راضي يذاكر. لان نفس الموقف ده ممكن يحصل ست البيت اغمى عليها وهي في المطبخ وفطروها عشان تفوق. ممكن يحصل للعامل، الراجل مثلا اللي شغال في الفاعل دوت، لما على طول بيفطروا الصبح قبل ما يشتغلوا، لا المفروض ما يفطرش، المفروض يشتغل عادي طالما لسه مستحمل. خلاص وصل لمرحله بقى يعني فعلا هيهلك او هيتعب تعب شديد او فعلا وقع، ممكن يفطر ساعتها، لكن مش من اول النهار يفطر على اعتبار ان انا هشتغل ان شاء الله شغلانه شاقه، ده لا يجوز. كذلك الطالب انت بتذاكر عادي، مشقه محتمله هتكمل عادي، فكون في مشقه مش هو ده العذر اللي يخليك ايه، اللي يخليك تفطر. الحاجه الثانيه انك انت يعني زي ما قلنا مجرد مراجعه. الحل بقى في الموضوع دوت انك انت تقلل مشقه. احيانا المشقه بتبقى سببك انت، ليه؟ لان انت مثلا ممكن تكون سحرت الساعه 12 ونمت صحيت الفجر كده، قاعد تعاني طول اليوم طبعا لان انت سحرت بدري جدا. فعندك حل، لازم كطالب لازم تتسحر في اخر وقت، اخر وقت. ولما تتسحر كل اكل بفكر، انت عايز اكل فيه طاقه، اكل فيه سكريات، اكل فيه كربوهيدرات مثلا تديك طاقه لغايه ما تكمل طول اليوم، فتبقى ذكي في اكلك، مش تاكل كده اي حاجه كلها الناس وخلاص. يعني تركز على السكريات قوي، تسكر الميه، تركز على الفواكه، تركز على لو في شوفان مثلا، يعني الحاجات اللي بتدي طاقه اصلا. فانت كل اكل اكل زي الاكل بتوع الجيم كده، الناس اللي بياكلوا قبل لعب التمرين، شوف الاكل دوت، هو ده الاكل، موز، الحاجات دي هي دي اللي بتعمل طاقه عموما للعيب الجيم. فانت كل الاكل ده انت عايز طاقه طول اليوم عشان تطول في المذاكره، فالاكل ده تركز تاكل ايه في السحور، اخر سحورك لغايه الايه، لغايه الاخر. طبعا من الحاجات الذكيه اللي ممكن يعملها الطالب لو هو بينهار قوي كده، يخلي زي، عشان كده قلت لكم نظام ان انت تذاكر بعد الفجر احسن، لان دي برده فيها ميزه ان انت هتذاكر في الوقت اللي لسه فيه طاقه موجوده والسحور موجود ولسه شغال، هتذاكر من الفجر للظهر. فلما تسقط منك هتعمل ايه؟ هتنام خلاص كده، اليوم ما حصلش حاجه، انت كده كده كنت ناوي تنام في الوقت ده، لو من الظهر للعصر او من العصر للمغرب، فبالتالي ده الوقت اللي هو انت بتبقى فصلت فيه، فخلاص كده كده هتنام، فمش متاثر في حاجه. اما موضوع الامتحان، موضوع الامتحان ما تاثرش خالص الموضوع ده، لان اغلب الامتحانات بتبقى امتى؟ 8 9 10، اللي هو لو انت اتسحرت متاخر ما تاثرتش باي حاجه، يعني داخل لسه فيه، لسه فايق، لسه في طاقه، ما انهارتش يعني للدرجه دي. فمساله ديت يعني ما فيهاش عذر ابدا ان واحد يفطر بسبب ليه. وده على فتاوى كده على فكره، يعني عامه العلماء اللي سمعتهم في الموضوع ده افتوا بذلك، حتى علماء كتير من الازهر، يعني دكتور احمد عمر هاشم سمعته افتى ان هو لا يجوز للطالب ان هو يفطر في نهار رمضان. حتى الشيخ علي جمعه نفسه سمعت له فتوى بيقول لا يجوز للطالب ان هو يفطر في نهار رمضان بسبب الامتحانات. فلا ينبغي التساهل في الامر دوت، بل يا اخي يعني انسان ده يرجو، انسان يرجو البركه من الله، التوفيق من الله بسبب ان هو صايم، ويرجو يعني الرزق من الله بسبب انه صايم، بيرجو ان روحه ديت يعني الحاله الروحانيه اللي هو فيها كلها اثر طيب عليه بسبب الصيام. بل الصيام بيخليك تستغل وقتك احسن، فيش اكل، فيش شرب، فيش بريكس بقى والكلام دوت، مفيش دلع، مفيش وخم، صيام مذاكره طحن انتاجيه اعلى، وبالتالي فرصتك اصلا في النجاح ممكن تكون اعلى بسبب الايه، الصيام. يبقى احنا كده خلصنا درس، وخدنا درس واقعي جدا ازاي ممكن تطلع. احنا طلعنا من يوم قد ايه، يمكن 4 اجزاء قران على 2000 7000 تسبيح على وعباده، 24 ساعه عباده. انا جبت لك اسوأ ظروف الناس، موظف ست بيت طالب، خلي واحد فاضي بقى، اضرب اللي انا قلته ده في 3 4 كده، الكلام سهل ولا مش سهل؟ رمضان ما ضاعش مش كده؟ يلا ربنا يقويكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.